بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعما نوال. ربنا زدنا من الهدى حتى نكون من خير من حمل رسالة الإسلام خيرا للأنام، يا رحمن يا رحمن يا رحمن. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. ولا إن مقل إن تواو العطنا، لكن مش بالمطلوب. ولا إن كفرتم، وهذا أنتم زعلان فيه، كلاب الصهاينة وكلاب الكنائس وكلاب الكرب ومن يدعو الإسلام لغير الرب سبحانه وتعالى، استسلموا لإبليس عدو الرحمة، وهو يأس من الرحمة ومن رحمته، وربما يحدد نفسه آيته ومورع ورحمته وسعت كل شيء. آيته نكون أنا زاد من المرحومين، مرحومين نكون كالعذاب، يجب يحط ربي في مستوى دنيء جدا. أنا أدنى عذاب، هذيك رحمة، أما مش تكون خارج جهنم فلا. أنت يائس وأنت اسمك إبليس، واتبع لك هم أبالس أحب أم كره وسلام.